التحديد معناته وخلي الواضح في توازن الأساسية. الأهداف المسطرة في البداية، ولكن بعد عملية تحيين غير المدونة التنموية محليا. سد الأخضر لم يصبح فقط شجرة، ولكن أصبح مشروع وأصبح يعني منطقة تعيش فيها أكثر من 7 ملايين ساكنة تتواجد في مناطق ظل، أين يعني أبسط حقوق الحياة المعيشية الكريمة لا تتواجد. زرنا مناطق لا نجد فيها لا كهرباء لا غاز لا لا, لا ماء، لذلك يجب أن نطور هذه مناطق الظل، وذلك لكن بصفة تشاركية مع المواطن ومع كل القطاعات. سنقوم ب غراسة أنواع مثمرة وذلك حسب طلب المواطنين، يعني هناك من يحتاج إلى زيتون، هناك من يحتاج إلى أنواع مثمرة أخرى، هناك أيضا يكون معنا مديرية الفلاحية المتابعة ولوزارة الفلاحة التي ستقوم يعني بأن المواطنين يستفيدون من يعني الدواجن، يستفيدون من النحل، يعني كل سنطلق هذه بعد شهر رمضان إن شاء الله. سيطلق سيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية هذه مبادرة إعادة السد الأخضر رسميا. ما بقاش القرار تتخذ من طرف المركز، نخليه المواطن هو الذي يختار ما يحتاجه من نباتات او من اشجار. راك شفت باللي باه جابوا لهم اشجار مثمره، ولكن سكان هذه المناطق رفضت ذلك لانها لهنا تريد امور اخرى تحتاجها للحياة العملية تاع الحياة اليومية تاعها.